الظهور الأول لمحمد على الله حكايته بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، واللاعب الناشئ بتاعه اللي اعترض عليه، ومحمد على الله دخل في مشاجرة معاه بعد المباراة وحصلت يعني كلام كتير، واللاعب تطاول على محمد على الله، ومحمد على الله حكايته طالع بيروي الأمر وشوية شوية هيبكي. هو مش زعلان من الخسارة، هو زعلان إن الخسارة كانت أمام النادي الأهلي، ومش الماتش كمان مش مذاع، لا ده كانت المباراة على الهوا، وكلنا شفنا الهدفين اللي جم في نادي الزمالك، وشفنا الاعتراض بتاع لاعب نادي الزمالك الناشئ على محمد على الله، ومحمد على الله بعدها دخل في مشاجرة مع اللاعب وحصل اللي حصل. دلوقتي طبعا اللاعب اجبروه على الاعتذار، ولكن حصلت مشادة وخناقة، وحتى محمد على الله حكايته طالع بيخبط في ابو اللاعب ان هو اللي بيعصيه وهو اللي بيقوي شوكته، وما ينفعش واحد ابنك يعني اولياء الامور هم اللي بيعصوا الولاد، والناشئين دلوقتي بقى اقوى من النادي، وده نتاج للمرحلة السابقة، وكلام كتير قاله محمد على الله. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي، ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. شفنا المباراه اللي جمعت ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك للاعمار 2005 الناشئين، ومحمد على الله عارفين ان هو يعني المدرب بتاع الفريق ده، ودايما كان يطلع مع احمد جمالات يتغنى بالفريق ويقول الفريق عالمي والفريق يعني اسطوري وما فيش حد يقدر يقف قصادنا والكلام المرسل اياه. لما قابل النادي الاهلي كانت الخسارة بهدفين، والنادي الاهلي كان ممكن يزود الحصيلة، وكانت المباراة طبعا يعني ارضية الملعب كانت مأثرة بشكل كبير على اداء اللاعبين الاثنين الفرقتين بصراحة، لان ارضية الملعب سيئة جدا جدا، اكنك بتلعب على ارض زراعية او ارض بور، مش ملعب في نادي الزمالك، ولكن ده مش موضوعنا. الراجل طالع شوية شوية هيبكي على موقف اللاعب واعتراضه عليه، وان هو يعني كان شوية شوية اللاعب هيقوم يضربه، وكمان الخسارة اللي وجعته اكتر واكتر من النادي الاهلي. مش مهم يخسر من اي فريق، لكن قدام النادي الاهلي والمباراة كمان مذاعة، فدي اللي ضايقته ووجعته اكتر. فاحمد جمالات بياخد بخاطره، معلش يا محمد، معلش يا عبد الله، ده مباراة، ده اوف داي لنادي الزمالك، وبيطبطب عليه وبيصبره، على الرغم انه لو كانوا فازوا كانوا عملوا افراح ومسكوا صاجات ورقصوا في البرنامج. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو يا اخويا حبيبي الاهلاوي، اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخش قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف على الله حكايته قال ايه، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. اولا هضلك يا محمد، يلا الحمد لله. هنتكلم عن الماتش ده كده سريعا يعني، بس انا عجبني رد فعلك في وقعك بذكر اللي انا بتكلم فيه فيما يتعلق بوقعه اللاعب عمار ياسر. انت خدت قرار فني بخروجه قبل نهايه الشوط الاولاني، واذا باحتجاج من اللاعب، ودي حاجه انا مستغربها جدا. ازاي لعيب عنده لسه 18 19 سنه بيشوط اللي مش عارف ايه ومش عاجبه وزعلان وطالع وغضبان وبتاع، فاعتقد ان في عقوبات اداريه توقعتوها في نادي الزمالك يعني. يعني هل عشان بس لاعب فريق اول وسافر الامارات مع الفرقه يعني، هل الجيل اختلف عبد الله، ولا دي حاله فرديه، ولا ايه بالظبط؟ الاجيال اختلفت طبعا يعني، في الاول وفي الاخر يعني العقلات اتغيرت. بس ممكن دلوقتي اللعيبه بقت اقوى من النادي واقوى من المنظومه كلها، اللعيبه هو مفكر نفسه هو اللي متحكم في المنظومه، انما في الاول وفي الاخر دي لعيبه قليله. اللعيبه خلاص الحق وصل للعيبه فين؟ والاولياء الامور. واولياء الامور، انا بص اقول لك على حاجه، والله انا في الاول وفي الاخر انا عمري ما بقى على حد، هو زي ابني، هو مسمي بنتي. عمار مبدئيا الاول هو توقف فوق وتحت يعني، الدرجه الاولى توقفوه وانا عندي توقف كمان في قطاع ناشئين لحد ما يتحقق معاه في الواقعه دي. عمار كان عندي مشكله معاه في بدايه الموسم برضه في حته اللعب وعدم اللعب الكامل، ويعلم ربنا ممكن يكون من اكثر الناس اللي وقف في ظهر عمار لحد ما وصل اللي هو فيه في الواقع، لحد ما تعلق ورجع لفريق اول. عمار يلعب تسعه، لا اعرف كده زي ما احكي لك بصراحه. عمار انت اشتغلت في المكان ده، لا انا طلع عمار اسمع الكلام، لا ماتش ودي يسيب الماتش ويمشي، واللي خد قرار يوقفه. جميل بقى ان الراجل ده باباه عايز الاستغناء بتاعته، وابوه قال المدرب المفروض يعني انت راجل في الكوره، على ان ابوه النهارده عادي هاجمني يعني، وانا سامع صوته يعني، على ان اللي انا عملته قبل كده مع ابنه اتنسى في حاله، وعلى ان ابنك مقصر النهارده وانا ما بحبش الدلع ومفيش حد اعلى من النادي،
كله تحت النادي. المفروض ان يعرف حاجه زي كده. كل ده كان رواسب السنين اللي فاتت. احنا بنعانيها حتى انا كان لسه بكلم كابتن ناصر وبكلم كابتن عماد مندوب. روحنا جايين شايلين سوالف السنين اللي فاتت. اولا الامور بتتحكم، اولا الامور بتمشي مدربين، اولا الامور هي اللي كلمتها اللي ماشيه. المهم ارجع الموضوع عمار جت لي ورقه ده بطل الاستلام، قلت لهم انا مشكلتي معاه في الملعب انما مش مشكله شخصيه. كانوا مستنيين ان انا امضي ان انا استلمي. قلت لهم لا، ولا كان فنيا لاعب ممتاز، لاعب كويس جدا ويفيد النادي على المدى البعيد، بس المشكله معاه كانت معاه وقت وهتتظبط. رجع تاني واعتذر ونزل التمرين وبدا نشتغل. وفضل لي اول ما اشتغل في المكان لما قلت له عليه واشتغل عمار تسعه وكان الناس المميزه حته الرابعه والثامنه دي سيبنا نقدر اوظف فيها وعلى حسب احتياجاتنا ليها هنبدا نشتغل فيها. واشتغل وربنا كرمه معلم. كان ايمن امير هو اللي راكب، هو الفرد اللي هتسعه عندنا. كان احمد خالد طبوخ هو اللي الفرد يعني، والاثنين كانوا راجلين ماشيين بشكل كويس. باجي من بعيد خالص وهو الوحيد اللي صعد الدرجه الاولى. ادي عمار كان محمد السيد. انا بكلمك في المركز، في مركز عمار او على الواقع اللي حصلت النهارده. طب النهارده انا لفت نظر نظر الامانه محمد السيد ده وانا سواء ومش هم على فكره يعني، بس اللعيبه كويسه على فكره، المجموعه كلها كويسه. لا بس وانا ما بحملش حد، دولت اللي خدوا عيب. انا ما بحملش حد، انا لاحظت في الاول والاخر اللي خسر نادي الزمالك محمد عبد الله، المفروض في الاخر لعيبه. انا المسؤول عن كل حاجه حصلت النهارده، انا اللي مسؤول. ما انا بقى عمري ما حمل لعيبه في اي حاجه، انا المسؤول عن اللي حصل. مش هبيع منك يعني. لا لا مش هبيع، ده شغلي. وانا قلت لك وانت قاعد بتحاول فوق، انا بقالي اكثر من اربع ساعات قاعد بتقول انا فعلا مدير شويه. انا حتى قلت لك ايه، لو ينفع ان انا فعلا اعتذر النهارده انا مش هقدر والله العظيم. انا ما بحبش الخساره، ما بحبش الخساره. وللاسف زي ما انت شفت بقى صلاح بتاريخك كله ناس زمالك، انا زملكاوي بقى مبارزات زملكاوي شارع معنا صح. فان انت تخسر بعد نهاية، انا لسه بكلمك قلت لك انا ده الاسبوع ال 20 بالنسبه لي، ان انا اشتغل 18 اسبوع بفرقه يعني كنت شايف فرقه رايحه في حته ثانيه، ويجي لي ماتش سيراميكا ما كنتش على قد المستوى بس كسبته وعديت المباراه. النهارده بالنسبه لي اللعيبه فيهم فيهم ليهم بتاعهم ال 15 لعيب حتى ال 11 اللي بدوا ولا الست تجارب ولا الخمس تجارب اللي نزلوا مش في حالتهم، مش موجودين. ده بيحصل عبد الله وبيحصل وده حال مباراه يا عبد الله مباراه، بس ما كنتش حابب انها تبقى قصاد نادي الاهلي او تبقى مثلا في مباراه مذيعه نادي الاهلي كله يعني. انا نادي الاهلي كبير والنادي الاهلي طبيعي اكيد والله طبعا. هل فكره المباراه مذيعه دي شدت اللعيبه شويه هنا وهنا؟ ممكن على فكره اليوم، على فكره الفريقين كويسين وهنا في بعض العناصر بشكل كويس عشان لا فكره انت الماتش بتاعك مذيع واللعيب عارف ان الماتش بتاعه مذيع. ممكن بقى بس يعني دول يعني سن لسه صغير، مع ان انا مش عايز اقول صغير لان بيلعب جنب جوده دلوقتي، ودول فعلا مستقبل النادي. ماشي بس ده ماتش، ده ماتش يزعل، اول ماتش يزعل وضع طبيعي ممكن يكون خدمة تأكيدهم بشكل كبير. قناة الزمالك بقى هزيمة وكان كل وكان 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 كان مذيع وهم طيب كان مذيع وهم طيب كان مذيع الماتش. بقول لك انما في الوقت الاخر هم مجموعه لعيبه كويسه، ممكن تكون النهارده دي بتاعنا مش في حالتنا. وده اول كوره المباراه الثانيه ضمنت بصحه وتفرق بنفكر في اللي جاي. انت مدرسه التعامل بقى مع واحد مع لعيب ايا كان اسمه اعترض عليه، المدربين انواع، هل ممكن تغفر له الخطا دوت ولا والتعامل معاه بقى لو انت محتاج له، ولا انت تقرص ودنه ولا ايه بالظبط؟ ايه مدرستك انت؟ مدرستي؟ اه اتربى الاول اتربى اتربى الاول ما تعلم النادي تتربى كرويا. لا 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 احترم التيشيرت اللي انت لابسه، احترم قوم كرويا. انا بقول لك التربيه، انت لما تحصل في الناشئين كده امال لما تطلع فوق يحصل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتضرب الناس؟ ده انت في مباراه. طب هقول لك على حاجه، انت مش موفق، المشكله انك تتغير. ده اتخن منك تتغير وناس طلعت بعد 10 دقائق. النهارده حصل لقطه برضه يوسف خالد بيه نزل تغيير الراجل شده تاني عمل العمارة مش بنائيه، مش خلاص انت مش موفق، مش حل، مش فايق. ادي فرصه بقى لزمايلك، لا دي فرصه لحد يزودنا. دي ما نرجع بيها يعني بالظبط. مش موفق تطلع كده بالظبط، انت شغلتك انا بالظبط. انت تسال انت عليه عشان مش كويس في الكوره في المرحله دي. احمد لازم تعرف انت مدرب ولا لعيب ولا اداري ولا رئيس. كابتن حصل معاك اكيد الموقف ده كتير. بص ما حصلتش في الصغيرين دول. لا اقول لك على حاجه يا كابتن، لا اصل الكبير بيعمل ايه يعني؟ مثلا كان عندنا مثلا كهرباء، كهرباء كان اخره ايه؟ هو بيشرب الميه اللي احنا عاملينها مثلا، زعلان والله. بتعمل ايه بقى؟ كان بيتعاقب ماديا اللي فوق فيه احتراف، فالاحتراف بيقول لك ايه؟ زي ما انت بتقول كده، انت محتاج اللعيب اللي بياخد مني فلوس كنادي فاخصم منه، بس ايه؟ يبقى في الملعب. بس انت تلعب ما تلعبوش انت حر. طب ودي الثانيه؟ راح ما يتخذش قرارك. لا هو ما يتبقى... يتبحلكش القطه زي ما بيقولوا، ما يتفقش يعني. لكن حتى لو كان نجم. لا ما هو ليه؟ هنرجع تاني. حسام حسن لو اتعامل معاه كده هيحصل ايه؟ لا مش هفكر. هفكر انت بتعمل طبعا انت خلاص، بس هي من الاول يبقى في نظام، تبقى عارف انت حدودك ايه وده حدوده ايه. طب لما نحسب الناشئ يعني، ما ناشئ كتير ناشئ صعب صعب يعني. انا مش عايز اتكلم جديد والله عشان ما اتصيرش، ما اعرفش اسمه اسمه عمار. انا بكلمك في ان هو
انا اتمنى لو ابوي بابتي مدرب يعني فاهم الوضع ايه يعني هو غلط لا انت غلطت اول مره ثاني مره ثالث مره انت غلطت والناس شايفاك في التلفزيون وكده انت شعبيتك بتقل او ممكن تلعبش في نادي الزمالك ممكن لما تروح شمالي ثاني اللي هيقولوا احنا شفناه عمل كذا لا ده كابتن كارثه عجبنا كلام الوالد الوالد صور كده دي كارثه استحاله لا والله كارثه بقول لك الوالد عليها جدا لا ماشي ده بيتكلم يعني انا سامع صوته خلي بالك في حته الجوه دي راضي غلط ثاني مره ثالث مره انت غلطت والناس شايفاك في التلفزيون وكده انت شعبيتك بتقل او ممكن تلعبش في نادي الزمالك ممكن لما تروح شمالي ثاني اللي هيقولوا احنا شفناه عمل كذا لا ده كابتن كارثه عجبنا كلام الوالد الوالد صور كده دي كارثه استحاله لا والله كارثه بقول لك الوالد عليها جدا لا ماشي لا بيتكلم يعني انا سامع صوته خلي بالك في حته الجوه دي راضي غلط كويس وضع طبيعي وضع طبيعي ايا كان بس انت شايف ابنك وشفته قبل كده وانا الحمد لله حد يشوف دي حقيقه على فكره انا يهمني بس بقول لك فرقه ومصلحه اقول لك على كارثه ثانيه فعلا انا مع محمد صلاح انا يهمني بلاش تقعد تتكلم اصل انت هتصيف مع هو او الراجل ده مجرد احنا لسه يعني عارف اقول لك يا كابتن محمد انت كابتن وقع معايا والله العظيم وانا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا الراجل يعني شويه شويه هو يبكي على الهوا من حاجتين، اول حاجه الهزيمه امام النادي الاهلي وهو ما بيقبلش النادي الاهلي، تاني حاجه اعتراض اللاعب بتاعه وتهزيئه والخناقه اللي حصلت بعد المباراه في غرفه الملابس وان هم كانوا مسكوا في بعض واللاعب يعني تطاول عليه تطاول بشكل كبير وال يعني اللعيبه لمت الموضوع والدنيا اتعرفت والموضوع اتعرف والصحافه عرفت، لكن اعلام نادي الزمالك ما يطلعلكش الحقيقه. طبعا في ناس بتتكلم على انه ده عيب صغير وناشئ وكده، ماشي المفروض انت تحتوي اللاعب الكبير بيعترض. على فكره الكابتن صلاح محمد صلاح لاعب نادي الزمالك السابق قال ايه بقى؟ قال لك ان اخر حاجه كان كهربا بيعترض في الملعب ان هو مثلا كان يرمي الازازه يشوط الازازه، ما كانش يعني مشاغب ولا ما كانش مثلا بيعمل حاجات، على الرغم ان مرتضى منصور مره قال ده ضرب محمد حلمي المدرب، يعني مرتضى منصور قال الكلام ده ومره برضو بصق على جماهير نادي الزمالك، ولكن ماشي مش هنتكلم برضو في الموضوع ده، احنا بنتكلم في موضوع محمد على الله وقد ايه موجوع من الخساره من النادي الاهلي. وهو قالها بلسانه، قال يعني الماتش كون ان انا ابقى بفوز مش عارف ايه وكنت دون المستوى امام مش عارف فريق ايه، لكن امام النادي الاهلي اخسر، انا ما بحبش الخساره وانا اصلا بعشق نادي الزمالك وكمان مش اخسر وخلاص والدنيا سكتم بكتم، لا ده كمان الماتش مذاع، يعني انا خسرت 2-0 على ارضي وسط ملعبي امام رئيس النادي بتاعي واللاعب بتاعي يطلع ويهزقه ويبهدله ويعني يعني موت خراب ديار زي ما بيقولوا. ولكن بجد يا محمد على الله انا فرحان فيك علشان انت ما بتبطلش لبلب على النادي الاهلي، وبعد ما الماتش خلص برضو بتطلع تلبلب على النادي الاهلي. طب يا اخي شوف فرقتك وصلحها وبعد كده وقول النادي الاهلي فيه وفيه 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 وفيه. النادي الاهلي اهو غلبك وحط عليك، لو انت راجل محترم وانت راجل ما بيجيبش سيره النادي الاهلي وانت راجل ما عندكش غل ولا غضاضه، على فكره والله العظيم تدريب نادي الزمالك او تواجدك في منصبك مش هيتوقف على اللبلب على النادي الاهلي او قله الادب على النادي الاهلي، لا. كابتن حسين لبيب راجل محترم، راجل محترم، محترم من ناحيه ايه بقى؟ اقول لك محترم من ناحيه ايه؟ محترم من ناحيه المدرب اللي ملوش اكل عيش في نادي الزمالك او جاي يضحك على نادي الزمالك بكلمتين بيمشيه. امثال مين؟ امثال الاخ اسامه الملط اللي بيطلع يلبلب على النادي الاهلي بس، وكان مرتضى منصور حطه في المنصب ده زي ما هو حطك في المنصب ده وانت بتقول نتاج حاجه سابقه، على الرغم ان مرتضى منصور ولي نعمتك هو اللي جايبك في هذا المكان وبتطلع تقول النتاج السنوات السابقه وبتلقح على مرتضى زي ما الاخ اسامه الملط بيلقح على مرتضى، على الرغم ان مرتضى ان هو اللي جايبه. فلما مشوا اسامه الملط، اسامه الملط دلوقتي ما بيعملش حاجه غير ان هو بيهاجم حسين لبيب، مش كده وبس، لا ده لو انت ما حسنتش من فريقك يا محمد على الله هيبقى مصيرك مصير اسامه الملط، مش هينفعك قله الادب على النادي الاهلي او على رموز النادي الاهلي او على فريق النادي الاهلي. فركز في فرقتك وسيبك من النادي الاهلي خالص وبطل تلقيح كلام، لان بقت دلوقتي بقت لبانه، عايز تنجح خبط في النادي الاهلي. وفي ناس في ما هم ثلاث قنوات
الشمس وقناة تن وقناة حدث اليوم، ثلاثة دول بيديرهم واحد ورئيس تحريرهم تقريبا واحد. فإسلام صادق يقول له خد الاسكريبت ده، انت تقول كذا وانت تقول كذا، تبص تلاقي الكلمتين اللي بيقولهم ميدو في قناة تانية، ما هو برضو تبع الشلة، ما هم عاملين واتس واتس كده، في سكريبت بينزل النهاردة احنا هنخبط في فلان، النهاردة هندافع عن علان، النهاردة هنقول موضوع كذا، وتلاقي ايه سبحان الله، تلاقي الموضوع اللي بيتكلم فيه ميدو هو هو الموضوع اللي بيتكلم فيه رضا عبد العال، هو هو بيتكلم فيه الاخ احمد جمالات، على الرغم ان في قناتين معادهم واحد والقناة التانية بعدهم بساعة، وتلاقي المواضيع هي هي، ايه ده، والكلام هو هو والاسلوب هو هو والطريقة هي هي، بس الاشخاص مختلفين. فانت المفروض كمتلقي تفهم ان الناس دي فعلا موجهة ضد النادي الاهلي، عشان حاجتين، عشان النيل من النادي الاهلي، تاني حاجة عشان البروباجندا والكومنتات والتفاعل والحاجات اللي بتجيب زيارات. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.